شوف تكلم منا تكلم منا جدي راح يمشي كل يوم فيك والله مع طرف السالي بس مارو مسك مارو ما غلط هاي ما تشوف طالع عمرك هو حريف 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 لو هتعالني أكثر بسوق مرحبا 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 شوف حريم داشين وهناك زحمة ما أعرف أسوي زحمة والله إنك وحكتني موري مو أنا روحي روحي فيني اللي مكفيني دخيلك دخيلك روحي خايف اسكت أنت ولا تتكلم وين الضعف تسوي عمرك مرة مول ما تسمع ها أقولكم الله يخليكم خلونا نسوي اللي قلنا عليه سيري سيري سي جابلي الحريم التحيل زين حبيبي ترى أنا تعبت من كثر ما تريق أبي أعرف شو النتيجة بنت ولا ولد حبيبي شو فيك تراني أنا بعد متحمسة نفسك بس تريا كلها دقيقتين وما نعرف ساعتين أنا يا ستريا حين تقولي لي دقيقتين تريا بعد شوي استانس شو ما مستانس ولا طاير من الوناسة يا رب وانش سوى حسبي عليك يا يوسف حبيبتي هلا لو سمحتي ممكن تتفضلين على الستيج وتشوفين المفاجأة وتستكشفين جنس الجنين إن شاء الله تفضلي يلا حبيبي يلا حبيبي تفضل بسم الله حبيبي شوي 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 تحملي تحملي يلا بسم الله بسم الله الله شو هالترتيب الحلو عيبك حلو ترتيبهم ما شاء الله زين جاهز حق المفاجأة؟ أكيد جاهز واحد اثنين ثلاثة ما عجبني بس عفوا ما فهمت ليش وردي وأزرق مع بعض؟ توم ما شاء الله الحمد لله عليك يا رب لحظة كيف يعني توم؟ لحظة يا جماعة لحظة يظهر ان في شيء خطأ في الموضوع انا الدكتورة وانا اللي عملت البسمة الفحص والنتيجة بتقول انها حامل في ولد مش توأم حبيبتي سامحينا مو بيدينا شو نسوي الظرف ضاع عنا شو تبينا نسوي لكن ما خلينا في خاطركم قلنا لا أول مولود لهم ولازم يفرحون ولازم نسوي لهم الحفلة أي والله يا أخوي صراحة ما أعرف شو أقول لك غير سموحة منك يعني ومثل ما قالت أختي نفس الشيء أبغى أقول اسمع يا بدر أنتوا أخوك الصنقيح هذا كذبتوا علينا ولفيتونا يمين ويسار قلنا ما عليه ولو ما جت الدكتورة وكشفت عن جنس المولود كان أنا وحرمتي الحين داخلين في الحيط ولكن انا مسامحكم جزاك الله خير ايه ولكن انتم طلعتوا اوف شو طبي قدامي توقعتها صخره وحده كانت قويه الحين كلها زينة وكل هالأكل وهالستيج وهالطاولات أبعرف مو دافع قيمة هالشي للأسف أنا ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك هذا وإحنا روحنا يا الله بديننا بيزات ما عندنا كل هذا يستوي علشان ظرف وضاع أنت ما تقول الظرف وين حطيته في الكيك عشان أسوي سبرايز تمينون انت سويت اللي احنا سبرايز يا صار يا غبي يا اللي ما تفهم خلينا نمشي